مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنجربوا فيه لا جيتار هاكستروم الترا سويت اللي فيها ثلاثة ديال الالوان. الفكره هي نعملوا نفس المميزات ديال لا جام سوبيريور اس ان في واحد الموديل رخيص شويه. هاكستروم عندها واحد المونش جي سي في المقطع ديال المونش كولي، فيه واحد اللمسه ديال باليسوندر اللي كتبان فيه ملي كنلعبوا به، ولو كور ديال الاكاجو كيف ما كتشوفوا في الفيديو. المميزات اللي باقيين كاملين ماشي مبدلين على الالترا سويت. الحاجه اللي مزيانه هي صعيب تلقى هاد المميزات في واحد لا جيتار بهذا الثمن. دي ميكانيك مزيانين، دي ميكرو دوبل بوبيناج ديال هاكستروم، سيليكتور ديال الصوت وسيليكتور ديال التون، حتى شي حاجه مجديده فيها من هاد الجهه. اخيرا واحد الاكوردين اللي معدل مزيان، كل كورد فيها البلوك اون ميزون ديالها، هادشي اللي كيعاون اكثر باش نقدروا نعملوا لي زارموني بلي كورد. بالنسبه لي كولور عندنا النوار والروج والسامبلز. باش نجربوا هاد لا جيتار اخترنا نستعملو 3 امبلي، مارشال كود 50، فوكس افي 60 وهيوغسن كتنر توب ماستر. نبداو مع الكلين ديال توب ماستر مع لو ميكرو دو مونش. ملي غنعملو الميكرو دو ميديو الصوت غيرجع رقيق شويه وواضح اكثر. ويلا عملنا الميكرو ديال البريدج غيعطينا واحد الصوت حاد. منساوش بلي البوطون ديال التون كيخلينا نتحكمو في الحده ديال الصوت. دابا غنقارنو الاصوات على حساب لي زومبلي، توب ماستر روج، فوكس سامبرست ومارشال نوار. نعاود نفس العمليه بالاصوات ديال كرانش مع الباكين تراك. نعاود نفس الترتيب بالصوت ديال الدرايف وغنستعملو الميكرو ديال النيك اللي معروف مزيان في هذا الستيل. هاد لا جيتار كيما كتشوفو عطات اون بون بيرفورمانس بزاف ديال لي ستيل. ضربوا عنا دويرة في السيت ويب rock.ma وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو.